السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سوف نشرح ثلاثات أو رباعات في هذا النشاط لتلميذين تبادل مع زملائك الأسئلة. يحل كل تلميذ سؤال زميله. عندنا في هذا السؤال مثلا كم عجلة توجد في 6 دراجات ثلاثية العجلات؟ طبعا هنا نقوم بالضرب 6 ضرب 3، 6 دراجات ضرب 3 عجلات، طبعا هنا الإجابة 18. كم عجلة توجد في 7 سيارات؟ في السيارة توجد 4 عجلات، 7 سيارات ضرب 4، 7 ضرب 4 يعطينا 28. لدي 17 عجلة، كم سيارة يمكنني أن أصنع؟ كم عجلة ستبقى لدي؟ طبعا هنا أول شيء 17 تقسيم 4، 17 تقسيم 4 يعطينا 4، فنستطيع أن نصنع 4 سيارات، نستطيع أن نصنع 4 سيارات. المتبقي لدينا 0.25، نقول متبقي لدينا جزء من العجلة. هنا توجد 28 رجلا في مزرعة الأبقار، كم بقرة لدينا؟ طبعا في البقرة 4 أرجل، ف28 تقسيم 4 يعطينا كم؟ 28 تقسيم 4 يعطينا 7، فلدينا كم؟ لدينا 7 أبقار، لدينا 7 أبقار. كم ضلعا يوجد في 6 مثلثات؟ في المثلث لدينا 3 أضلاع، ف6 ضرب 3 يعطينا كم؟ 6 ضرب 3 يعطينا 18. لدي كل من 7 قروض وثلاث 7 قروض 3 موزات، كم مجموع؟ طبعا لكل 7 قروض 3 موزات، ما مجموع الموزات الموجودة؟ ف7 ضرب 3 يعطينا كم؟ 7 ضرب 3 يعطينا 21 موزاً، 21 موزاً. طبعا هذه الأجوبة لصفحة 36. الآن ننتقل إلى حل هذه الصفحة. في هذه الصفحة طبعا هنا في السؤال الأول، كم ضلعا في 3 مستطيلات و6 مربعات؟ 3 مستطيلات و6 مربعات، عندنا 12 ضلع في المستطيل فتساوي 4 ضرب 3. طبعا هنا 4 ضرب 3 يعطينا 12. بعد ذلك نقول أن 24 ضلع في المربع تساوي كم؟ تساوي 4 ضرب 6 وهي 24، فمجموع 36 ضلع الشكلين. فبعد ذلك نقوم بعملية الجمع، 12 زائد 24 يعطينا 36 وهو مجموع الضلعين. الآن نقوم بحل السؤال الثاني. يحتاج كل تلميذ إلى 3 أزرار ليصنع نموذجا. يوجد 26 زرا، ف24 تقسيم 3 يساوي 8. 8 ماذا؟ 8 تلاميذ.
يبقى كم؟ يبقى زرين. يبقى كم؟ يبقى زرين. كم ضلع في 3 مثلثات و5 مستطيلات؟ فلدينا 9 أضلاع في المثلث، فيساوي 3 ضرب 3، و20 ضلع في المستطيل فيساوي 4 ضرب 5، فالمجموع 29 ضلع للشكلين. 29 ضلع للشكلين. الآن نقوم بحل هذا السؤال. توجد كعكتان كبيرتان، كل كعكة تنقسم إلى 4 قطاع، ما مجموع الكعكتين؟ 8 قطاع، أي أن 4 زائد 4 يساوي 8. ما عدد أضلاع 4 مربعات؟ 4 ضرب 4 مربعات ضرب 4 أضلاع يعطينا 16 ضلعا. هنا في هذا السؤال كم باقي من 4 أزهار يمكن تحضير؟ 32، فسوي 32 زهرة تقسيم 4 أزهار يساوي 8 باقات. 8 ماذا؟ 8 باقات. هذا هو حل هذه الصفحة. الآن ننتقل للصفحة التي تليها. في هذه الصفحة لدينا ماذا؟ لاحظ على سؤال اكتب جملتي جمع مكررتين لكل مصفوفة وعمليتي ضرب. فنحن لدينا الآن هنا كم؟ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. فنقوم بعملية الجمع، 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3 كم يعطينا؟ كذلك هنا لدينا 1 2 3 4 5، 5 زائد 5 زائد 5 يساوي كم؟ 15. بعد ذلك نأخذ لثلاثة أو لاثنان 5 زائد 5، عفوا العكس، 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3 5 مرات، 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3 5 مرات، 1 2 3 4 5 يعطينا 15. هذه العملية الثانية. بعد ذلك نقوم بعملية الضرب، 4 ضرب 3، هنا 3 ضرب 5، 3 ضرب 5 يعطينا 15. كذلك هنا العكس، نعكسهن، 5 ضرب 3 يعطينا 15، نعكسها، 3 ضرب 5 و5 ضرب 3. كذلك هنا 2 زائد 2 زائد 2، 2 زائد 2 زائد 2 يساوي 6، 3 زائد 3 3 زائد 3 يساوي كم؟ يساوي 6، 2 ضرب 3 يساوي 6، و3 ضرب 2 يساوي 6. طبعا هنا نعكسها. كذلك الآن نقوم بحل هذه الأسئلة. هنا 2 ضرب 2 يعطينا 4، و2 زائد 2 أيضا يعطينا 4. كذلك هنا لدينا 3، ننزل 3 3 في 1 يعطينا 3، 1 زائد 1 زائد 1 يعطينا 3،
وواحد ضرب ثلاثة يعطينا أيضا ثلاثة. الآن نقوم بحل هذه الأسئلة. سبعة زائد سبعة يعطينا أربعة عشر، واثنان زائد اثنان زائد اثنان زائد اثنان زائد اثنان يعطينا أربعة عشر، واثنان ضرب سبعة يعطينا أربعة عشر، وسبعة ضرب اثنان يعطينا أربعة عشر. هذه هي الإجابات. الآن ننتقل إلى حل هذا السؤال. عندنا هنا لدينا شكلان، مثلا لدينا مربع، المربع ينقسم إلى قسمان أصبح مثلثين، مثلثين. عندنا ثلاثة أشكال، مثلا لدينا مربع، نقسم المربع إلى قسمين بعد ذلك إلى قسمين، أصبح لدينا ثلاث مثلثات، أصبح لدينا ثلاث مثلثات. أربعة أشكال وأربع مثلثات، كذلك خمسة أشكال. فمثلا لدينا هنا نسوي مربع، مثلا لدينا هنا مربع، بعد ذلك نقوم بعمل هذا الشكل، فهذا يسمى ماذا؟ أربع مثلثات صغيرة، أربع مثلثات صغيرة وواحد معين، طبعا عندنا ومعين واحد. كذلك نريد ست أشكال، عندنا المربع بعد ذلك المعين، المعين نقسمه إلى قسمان، عندنا هنا أربع مثلثات صغيرة ومثلثين ومثلثين. عندنا كذلك هنا أولا نقوم بعمل المربع، بعد ذلك بعمل المثلث، ثم نقوم بقسم المثلث، بعد ذلك نقوم بعمل هذا الشكل، عفوا هكذا ثم هكذا بعد ذلك هكذا. فهنا لدينا كم؟ ست مثلثات، ست مثلثات ومستطيل شبه منحرف، ست مثلثات ومستطيل شبه منحرف. هذه هي الإجابات لهذا السؤال. الآن نقوم بحل هذا السؤال، وهو الأشكال الممتدة. حول السداسي إلى نجمة من خلال مدك لكل الخطوط الخارجية حتى يصل كل خط إلى خط آخر. فمثلا نحن لدينا هنا يصبح هكذا، ثم نوضح النجمة، ثم هكذا وهكذا ثم هكذا وهكذا. طبعا لدينا في هذا السؤال أي الأشكال ثلاثية الأبعاد التي لا يمكن صنع نجمة منها بهذه الطريقة؟ طبعا لدينا المثلث والمربع وأيضا المستطيل والدائرة. أما هنا لدينا الخماسي والسداسي والثماني، الخماسي والسداسي وأيضا الثماني.
هنا لون الأشكال، لون الدائرة باللون الأحمر. طبعا هنا نقوم بتلوين الدائرة باللون الأحمر. وبعد ذلك والمثلثات بالأخضر، عندنا المثلثات نلونها باللون الأخضر. والمربعات بالأزرق، عندنا المربعات نلونها باللون الأزرق. والمستطيل بالأصفر، عندنا المستطيل نلونه باللون الأصفر. والخماسي باللون البرتقالي، خماسي باللون البرتقالي. هنا لدينا دائرة وهذا مربع، والسداسي باللون البنفسجي، هنا سداسي وهنا سداسي وهنا سداسي وهنا سداسي. هذه هي الإجابات لهذا السؤال. الآن ننتقل لحل السؤال اللي بعده. الآن نقوم بحل هذا السؤال. عندنا الدوائر، كم عدد الأشكال التي وجدتها؟ عندنا أولا نحسب الدوائر. الدوائر لدينا واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، إحدى عشر. فنكتب هنا 11، نكتب هنا 11. الآن نقوم بعد المربعات. المربعات 1 2 3 4، فنكتب هنا 4. الآن نعد المثلثات 1 2 3 4 5 6 7 8 9، فالمثلثات لدينا 9. الآن نعد الأشكال الخماسية. الأشكال الخماسية لدينا 1 2 3 4، فنكتب هنا 4. الآن لدينا الأشكال السداسية 1 2 3 4، فنكتب هنا 4. الآن لدينا المستطيلات. المستطيلات 1 2، فنكتب هنا 2. هذا هو الحل. الآن ننتقل لحل درس أصنع مثلثا. طبعا هنا يقوم الطالب بالصناعة، صناعة المثلث. هنا العدد، كم كرة لدينا في الشكل الأول؟ لدينا 2. كم أسطوانة؟ 4. وكم مكعبا؟ لا يوجد مكعبا. متوازي مستطيلات 1، هرم 2، مخروط لا يوجد مخروط. في الشكل الثاني لدينا كم كرة؟ كرتان. وكم أسطوانة؟ وكم أسطوانة؟ لا يوجد أسطوانة. وكم مكعب؟ مكعبان. متوازي مستطيلات 1، ولا يوجد لدينا هرم، وثلاث مخروطات.
هذه هي الإجابات. الآن نقوم بأشكال ثنائية الأبعاد. أرسم خط التماثل للأشكال الموجودة، قد يكون البعض لها أكثر من خط تماثل أرسمها. فهنا لدينا خط تماثل هكذا ثم هكذا، أيضا هنا لدينا هكذا وهكذا، هنا يوجد لدينا خط تماثل هكذا في الوسط، وكذلك هنا لدينا خط تماثل في الوسط، وهنا لدينا هكذا. طبعا الكرة لديها ما لا نهاية، أيضا هنا لدينا هكذا الخط. الآن ننتقل للصفحة التي تليها، هنا لدينا هكذا وأيضا هكذا وهكذا. في الخماسي يوجد لدينا هكذا، وفي السداسي هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، وأيضا هكذا وأيضا هكذا. كذلك يوجد هنا لدينا هكذا وهكذا، وهنا لدينا هكذا وفقط هكذا، هنا لدينا هكذا وهكذا. هذه هي الأجوبة في خطوط التماثل، وهذه الأجوبة لهذه الدروس. أتمنى نشر هذا الفيديو لطلاب الصف الثاني لتعم الفائدة وأيضا الاشتراك.